بكيفية توزيعها بشكل عادل بشكل دوري بدون ما أنتم تحملوا هذا العبء وتحملون علينا هذا الحرج. نحن يوميا محروجين مع كل المجالس المحلية، محروجين مع كل الناس. هاي شباب الهلال قاعدين معنا، بتحدد لنا الأعداد اللي ندخل فيه. يعني أنا ما بقدر أدخل لك أنا موافق إلى 10 مناطق مول 50,000 شخص. أنا بقدر أدخل لك 50,000 شخص، بقدرش أدخل لك 50,000 شخص زائد شو لازم يروح خدماتكم عندي. ما بقدر. الموضوع مش عدم ثقة فيكم يا جماعة، الموضوع موضوع إجراءات إحنا ملزمين نمشي فيها. الموضوع مش بس موافقات، الموضوع أعداد. أنا ما بقدر أدخل لك 50 زائد 50 والله دول بروح لازم أعمل. أنا بنسق معك بتوزيعه، أنا بنسق معك بتوزيعه. أنا ما بقدر أدخلهم. أنا ما بقدر أحملهم بالمكان. هدف هاي القافلة هو هدف إنساني، هو إيصال مساعدات إنسانية. مشان هيك نحن ما نتدخل بأي جانب سياسي أبدا، نحن نشتغل بس بالجانب الإنساني. فهو كان يقصد أنه نحن بدنا الاحتياجات الإنسانية، بدنا شو الوضع الطبي هون، شو الاحتياجات الثانية. بتوقع إذا خلينا محور الحديث بهذا الاتجاه راح يكون أفيد وأكثر فائدة لأهل هذه المنطقة. يعني أنا إذا تعطيني هلأ عدد السكان من جديد، إحنا بآخر اجتماع كنا هون قالوا لنا في 3 مناطق ما تغطت اللي هي أفكريس ومحمدية وأشعرية. هلأ إذا تشوفوا هي محطوطة بقوائمنا، لما رجعنا على الشام قدرنا نضيف هدول المناطق.